الناس كيموتلو على ثلاثة د الحوايج، الدين ديالهم والعرض ديالهم والأرض ديالهم. المغاربة كلهم مستعدين يموتوا على الأرض ديالهم، وإلا كان انقسامات سياسية وانقسامات حتى داخل العائلات، المغاربة عندهم إجماع على الإسلام، الملكية، والمشكل اللي حنا فيه هو الوحدة الترابية، ما فيهاش خلاف. باكيمون ولا غيره غادي تهرسوا، غادي تصدموا بالصخرة المغربية. اليوم المغاربة تعطي واحد الرسالة بأنهم كلهم ملتفين، كلهم معنيون، وتيقولوا لاحظوا بأن هناك الشباب وهناك الأطفال وهناك النساء وهناك الشيوخ، كلهم تجرحوا بديك التصريحات ديال بان كيمون. واليوم تيقولوا له حنا الشرعية، تناديو بالشرعية، وبالتالي اليوم مرة أخرى المغرب، المغاربة بكل أطيافهم بكل المناطق تيقولوا حنا دائما واحدين، حنا مجموعين، حنا تندافعوا على وحدة ديالنا، حنا تندافعوا على بلادنا، وهذه هي الرسالة اللي خص ياخذها العالم كامل. كجميع المغاربة جئنا كمناضلين للحركة الشعبية وكقيادات للتعبير عن رفضنا وشجبنا لما قام به الأمين العام للأمم المتحدة تجاه قضيتنا الترابية، وبطبيعة الحال هذا لا يقبله المغاربة، والرسالة هي أن الصحراء مغربية والمغاربة كلهم صحراوي. اليوم هناك مسيرة خضراء جديدة نحياها، وهي بأعداد تفوق بكثير ما عرفناه أثناء المسيرة الخضراء، وذلك للتعبير بأننا وراء صاحب الجلالة، سندافع عن صحرائنا، لا يمكن للمغرب أن يقبل أكثر مما قدمه اليوم من تضحيات في هذا الشأن، وهذا التعبير أعتقد أنه سيسمع، هذا صيت وهذه صرخة الشعب المغربي من شوارع الرباط دفاعا عن الوحدة الترابية. الهيئة السياسية الوطنية بتعدد انتماءاتها وتوجهاتها